أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامج الصحافة اليوم. نتناول في أجمل كذلك أفضل الأخبار عن الوحدة وعن أعياد أيضا سبتمبر المجيد وعن ما جاء في الصحف المحلية أيضا والعربية التي تناولت الشأن اليمني. وكالة الثاني من ديسمبر طالعتنا بالعناوين التالية: الحوثيون يقرون جرعة سعرية جديدة للمشتقات النفطية، مقتل 18 عنصرا حوثيا في محاولة تسلل فاشلة بحيران حجة، وحدات رمزية من اللواء الرابع حراس جمهورية تنفذ تمرين قتاليا بالذخيرة الحية. نيوز يمن أوردت العناوين التالية: حصار الحوثي التعز يحيل موظفا إداريا إلى مشلول، مصرع قائد كتيبة النخبة الحوثية في الحديدة، خريطة طرق الممرات الآمنة بين الحديدة وصنعاء، ارتفاعات جنونية للأسعار مع تواصل انهيار الريال، ونيوز يمن يرصد أسعار المواد الغذائية. مركز بحثي يقدم خطة من 7 بنود لوقف تدهور العملة. العودي: الثورة اليمنية مشروع اليمنيين للتوازن والوحدة ضد كهنوت الإمامة وجبروت الاستعمار. وكالة خبر أوردت العناوين التالية: انتزاع الحديدة من ميليشيا الحوثي يقود إلى السلام في اليمن، جرعة حوثية جديدة بأسعار المشتقات النفطية، العقيد أبو حاتم لخبر: للحديدة أهمية جيوعسكرية وتحريرها سيقطع يد إيران والدعم القطري. مخابرات الميليشيا في إب تعد كشوفا لاستقطاب عدد من أبناء المدينة، ميليشيا الحوثي تقتحم منزل رئيس مؤتمر حجة غداة نشره صور لنجل الصريح حسين الحوثي، السفير أحمد علي يعزي الإعلامي فارس الصليحي بوفاة والده. عدن تايم أوردت العناوين التالية: التحالف العربي تقرير الأمم المتحدة ارتكز على تكهنات وشبهات، الحوثيين يطلقون صاروخاً باليستيين تجاه مأرب، توجه أمريكي لتصنيف جماعة الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية، معاناة الشعب تتضاعف بتهاوي العملة وفساد الشرعية والميليشيات، انشقاقات بين الحوثيين لتسمية خليفة زعيمهم. الشرق الأوسط أوردت العناوين التالية: عسكر للشرق الأوسط، سمي أكبر مجرم قائد ثورة، رفض يمني لتمديد فترة فريق مجلس حقوق الإنسان، رصد تجاهل انتهاكات الحوثيين يدفعهم لارتكاب المزيد من الجرائم، معاناة اليمنيين تتضاعف بتهاوي العملة وفساد الميليشيات، الأحمر يتعهد رفع علم الجمهورية في معقل الميليشيات، مقتل قيادي حوثي و14 مرافقا بغارة في الحديدة. وفي مقال للكاتب أحمد الغربي تحت عنوان: ماذا ينتظر اليمنيون إذا فرطوا بثورة 26 سبتمبر؟ قال فيه: علينا أن نعترف أن ثورة 26 سبتمبر تواجه في الوقت الراهن أكبر خطر في تاريخها، فالمؤامرة الكهنوتية أحكمت قبضتها على كل شيء في البلاد، وأصبح النظام الجمهوري مجرد ديكور في ظل إعادة تسلط الإمام على البلاد والعباد، بعد أن تم القضاء على مؤسستي الجيش والأمن وضرب القوى المدافعة عن الجمهورية ومنجزاتها. الخوف الذي يضرب الكثير من أبناء الشعب اليمني وعدم خروجه للدفاع عن الجمهورية والديمقراطية ومكاسب الثورة هي الكارثة الأفظع التي تنتظر كل يمني ويمنية في المستقبل القريب. إن استمرار التنصل عن تحمل المسؤولية الوطنية والتعامل مع الثوابت الوطنية بروح لا مبالاة سيعيد إنتاج أقبح نظام كهنوتي في تاريخ اليمن، فهذه حقيقة تظهر معالمها بشكل واضح في السياسات التي يتبعها الحوثة وتطبق على الواقع في اليمن بصورة ممنهجة تكشف عن مستقبل مظلم ينتظر الشعب اليمني. يمكننا القول إن الأئمة الذين حكموا اليمنيين مجتمعين لم يبلغ طغيانهم إلى مستوى طغيان وفساد وإرهاب جماعة الحوثي في 4 سنوات، ومن ذلك أن معاناة اليمنيين أصبحت هي الأشد على مستوى العالم، فلم يفقدوا طعامهم فقط بل فقدوا كل حقوقهم وممتلكاتهم وأهدرت دماؤهم وأقصوا من وظائفهم ونهبت مرتباتهم وغير ذلك. كل هذا وغيره حدث في الوقت الذي لا يسيطر الحوثة إلا على أقل من 20% من مساحة البلاد.
وإذا لم يتدارك اليمنيون الخطأ الكارثي الذي يرتكبونه اليوم بحق أنفسهم وأولادهم ويتحركون لإنقاذ بلادهم، فلن تقوم لليمن قائمة بعد اليوم، وعليهم أن يدركوا أن الثورة لم تأتي على طبق من ذهب، وإنما كانت ثمرة تضحية جسام استمرت لعدة عقود من الزمن. قدم خيرة رجال اليمن أرواحهم في سبيل انتصارها وانعتاق الشعب اليمني من الحكم الإمامي المتخلف. وفي غمرة احتفالات شعبنا اليمني بالعيد 56 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة التي بددت دياجير الظلام وقضت على كهنوت الإمامة البائد، من الواجب أن نذكر كل يمني حر بمآسي شعبنا قبل الثورة، وهي مآسي ضاق منها العالم، فكيف سيكون حال أهلنا وأولادنا إذا لم نتحرر من الخوف ونثور ضد الحوثي الذي حول حياة كل أسرة يمنية إلى جحيم. كفى خنوعا وخضوعا وكفى صمتا عمن يسرق لقمة أطفالكم ويقتل فلذات أكبادكم ويمارس سياسة التجويع والإفقار لإخضاع الشعب اليمني الحر. سوف نتناول عدة مواضيع في حلقتنا لهذا اليوم، منها الحوثيون يقرون جرعة سعرية جديدة للمشتقات النفطية، وكذلك وحدات رمزية من اللواء الرابع حراس الجمهورية تنفذ تمرينا قتاليا بالذخيرة الحية، ومن أيضا عناوين الثورة اليمنية مشروع اليمنيين للتوازن والوحدة ضد كهنوت الإمامة وجبروت طبعا الاستعمار. إذن معنا في الاستديو الأستاذ عبد الرحمن المشرعي أمين عام ملتقى أبناء تهامة، وكذلك معي عبر الهاتف الأستاذ عزيز زيد ناشط حقوقي ومسؤول الشباب في ولاية نيويورك. إذن مشاهدي الكرام نذهب إلى فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا، البداية معك أستاذ عبد الرحمن. الحوثيون يقرون جرعة سعرية جديدة للمشتقات النفطية تضاف إلى كاهل المواطن، ما هو تعليقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا لكم على الاستضافة. ثانيا، ماذا ننتظر من عصابة تمتص اليمن؟ نعم. ماذا ننتظر من عصابة بدأت مشروعها بكذبة على اليمن وأبناء اليمن بالكامل، يوم أن تظاهروا أمام صنعاء واعتصموا أمام العاصمة صنعاء بحجة بأنهم يريدون خفض المشتقات النفطية 1000 ريال فقط لا غير. ذلك اليوم الذي حاصروا فيه الدولة وحاصروا فيه الشعب اليمني، كنا أو كان الناس يظنون بأنهم صادقون وبأنهم فعلا حريصون على الناس وحريصون على الشعب وعلى مصلحة الشعب وخرجوا من أجل البلاد، لكن ظهر كذبهم، ظهر ذقلهم، ظهر زيفهم، ظهر وجههم الحقيقي أمام الناس بالكامل. ها هي الجرعات السعرية تتوالى مرة بعد أخرى، ها هي دبة البترول التي كانوا يراهنون عليها والتي يقولون خرجوا من أجلها، عندما وصل سعرها إلى 3500 ريال أو 4500 ريال ها هي اليوم يقرون سعرا رسميا يصل إلى مقارب 13000 ريال، بينما الأسعار الحقيقية في الأسواق السوداء وفي الشوارع تصل إلى الضعف هذا المبلغ. إذن هذه عصابة كهنوتية، هذه عصابة معظمها من الناس الفاسدين ومعظمها من الناس السرق والناهبين للبلاد وخيرات البلاد. هؤلاء الناس الذين يستغلون من الحدود لإدخال المشتقات النفطية بأسعارها الرسمية ثم يبيعونها بأسعار مضاعفة لتغذية مجهودهم الحربي كما يدعون، لتغذية جيوب نافذيهم وجيوب مشرفيهم الذين دخلوا وهم لا يملكون شيئا، اليوم أصبحوا في ثراء فاحش، اليوم هم من يملكون الأراضي، اليوم هم من يملكون الفلل، اليوم هم من يملكون البيوت، بينما أبناء الشعب اليمني لا يقدون ما يقتاتون به في يومهم أو في غذاء يومهم. هذه العصابة الكهنوتية التي أدخلت البلاد في أزمة مالية شديدة جدا، هذه العصابة الكهنوتية التي أدخلت البلاد والعباد في مأزق غير عادي، أصبح الموظف يقتات يبحث عن لقمة العيش، أصبح الأكاديمي الجامعي أصبح يعمل إما سواق موتور أو يعمل في غسل سيارة
السيارات أو يعمل في المطعم في غسل الصحون أو يتسول في الشوارع. هذه مصيبة، هذه كارثة على الشعب اليمني، هذه العصابة التي أدخلتنا في هذه الأزمة الغير بسيطة، في هذه الأزمة الكارثية. لا توقع منهم خير، لا توقع منهم أي خير على البلد إطلاقا. ها هم اليوم يدخلون في جرعات سعرية جديدة تضاف وتضاعف أيضا المأساة والعبء على كاهل المواطن البسيط، المواطن الذي أصبح اليوم يموت جوعا. أولئك الناس الذي كان نقول بأن معظم الناس كانت تعيش على الأقل في كفاف، كانت تعيش على مستوى جيد، الآن معظم أو كل أو 99% من الشعب اليمني أصبح تحت خط الفقر تماما. أصبحت المزارع في حكم لا شيء، أصبحت الزراعة منتهية تماما. نحن نعرف أنه مثلا كمثال تهامة التي كانت سلتلم الغذائية، أصبح اليوم أهل تهامة يتسولون المنظمات الغذائية، وهذا ما لم يحدث أبدا. إذن هذه العصابة أدخلتنا في معزق غير عادي، وأدخلت البلاد في حياة لم يذقها اليمنيون على مر التاريخ. نعم أستاذ عبد الرحمن، رأينا في محافظة الحديدة وفي غيرها في صنعاء المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات تحتفل طبعا ذكرى ثورة 26 من سبتمبر، رغم ما يمرون به، رغم القمع، رغم وجود الميليشيات. برأيك هل هذا الاحتفال يعتبر استفتاء شعبي طبعا للجمهورية والنظام أيضا الجمهوري؟ أعتقد بأن هذه رسالة واضحة وجهها الشعب اليمني، بل وصفعة قوية وجهها جميع فئات الشعب اليمني في كل محافظاته، سواء كانت المحررة أو بعض المحافظات غير محررة، وجهوها إلى العصابة الكهنوتية الميليشيات الحوثية بأن ثورة 26 سبتمبر المجيدة الخالدة هي مجذرة في 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 الشعب اليمني، وهي مجذرة في صدور شعبنا، وليست مجرد ذكرى عادية، ليست مجرد احتفال بسيط، ليست مجرد ثورة عادية، إنما هي ذكرى وهي ثورة أيضا قامت على تلك العصابة نفسها التي كانت في السابق، والتي يحاول أيضا اليوم هذه الميليشيات الكهنوتية إعادة نفس النهج، إعادة نفس النظام، إعادة نفس العصابة الكهنوتية الظالمة، إعادة الإمامة من جديد، إدخال البلاد في ظلام قد خرجت منه بفعل ثورة 26 سبتمبر المجيدة التي ذهبت فيها دماء نقية، دماء زكية، دماء الأبطال، دماء الرجال. ها هم هؤلاء العصابة يريدون أن يعيدوننا مرة أخرى إلى ذلك العهد البائد، إلى ذلك العهد البغيض، إلى ذلك العهد المظلم، لكن لن يتم لهم ذلك ولن يتحقق لهم ذلك. والشعب وجه لهم رسالة قوية بالاحتفال اللي تمت في أكثر من في عدد كبير من المحافظات، منها الحديدة، منها مأرب، منها تعز، منها عدا، يعني محافظة كثيرة قد احتفلت بالثورة المجيدة، ثورة 26 سبتمبر التي أخرجت البلاد من أتون الظلم، من أتون الظلام، من الجهل، من التخلف، وها هو اليوم يحاول أن يعيدوا نفس ما كان قبل ثورة 26 سبتمبر، لكن هيهات لهم أن يعيدون إلى ذلك. نعم رأينا أمس أستاذ عبد الرحمن وحدات رمزية من اللواء الرابع حراس جمهورية وهي تنفذ تمرينا قتاليا بالذخيرة الحية، قراءتك لذلك؟ طبعا قرأت هذا الخبر، وهذا خبر جيد جدا لنا جميعا وخاصة لأبناء تهامة. هذا اللواء الذي يتكون أو يعتبر نواة للألوية التهامية في حراس الجمهورية بقيادة الشيخ المناضل المجاهد زايد محمد يحيى منصر الذي يعتبر من أفضل شباب ورجال تهامة على الإطلاق. هذه كانت بادرة جيدة أيضا نقول، وبداية خير بإذن الله لتهامة والحديدة بشكل عام. أبناء تهامة يطوقون إلى تحرير بلادهم، يطوقون تحريرا بالكامل، وهم اليوم ينخرطون في كل فئات الجيش بشتى تشعباته أو نقول بشتى فروعه في كل مكان، سواء كان في القوة المشتركة أو غيرها. هذه بادرة أمل، هذه بادرة خير، نشكر القائمين على ذلك، نشكر الأخ زايد منصر وكل الشباب الذين كانوا معه، والذين أيضا بدأوا بهذه النواة الرائعة والجميلة بإذن الله، التي نتمنى أن تكون بداية خير، وأيضا نتمنى أن تساهم مساهمة إيجابية فاعلة، بل وهذا بإذن الله المؤكد، وهذا هو المتوقع، وهذا هو المطلوب من هذا اللواء، بأن يكون له أدوار وله بإذن الله إسهامات كبيرة جدا في تحرير تهامة، تحرير البلاد، تحرير الزرانيق الذي أيضا عانت الكثير من هذه العصابة الكهنوتية بحربها الظالمة في 2015 على الزرانيق وانتهاك بلادهم، بما فيها انتهاك بلاد هذا الأخ القائد زايد منصر والشيخ يحيى منصر، انتهاك بلادهم، انتهاك حرماتهم، تفجير بيوتهم، نهب أموالهم، وهذه كلها أيضا ستكون وسيكون هذا اللواء ردا على 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 ما تم في 2015 بإذن الله. هو نتحدث عن بشكل عام دون شخصنا للحدث أو ذكر أشخاص،
أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ عزيز زيد. أستاذ عزيز، الثورة اليمنية مشروع اليمنيين للتوازن وكذلك للوحدة ضد كهنوت الإمامة وجبروت الاستعمار، كيف تعلق على ذلك؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحي لي بداية أن أرفع أجمل التهاني والتبريكات إلى شعبنا اليمني بعيد 26 سبتمبر، عيد الأحرار، عيد النور الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. قراءتي للوضع في اليمن هو إن الماليشيات الحوثي اليوم أصبحت ضعيفة، لا تستطيع أن تقاوم. هناك الآن أبناء الشعب اليمني يعانون الأمرين مما يصيبهم من هذه الماليشيات الخبيثة الإجرامية التي أفقرتنا وجوعتنا وعادت تاريخ الإمامية اليوم يعود إلى اليمن. نحن اليوم ننظر إلى قواتنا البواسل في الساحل وفي جميع الجبهات، في مارب أو في تعد أو في البيضة أو في صعدة، ننظر لهم نظرة المجاهدين الأبطال الذين سيعيدون التاريخ، تاريخ سبتمبر، تاريخ الأمجاد، تاريخ الثوار، ضد هذه الماليشيات التي عبثت اليوم بالوطن، عبثت بالتاريخ، عبثت بالأرض، عبثت بالإنسان اليمني. نحن ننظر لهؤلاء الأبطال اليوم نظرة الأبطال. سيدتي، الموضوع قراءتنا لما يحدث من قبل الماليشيات الحوثية هي تعمل على تجويعنا، على تشريدنا، على تدميرنا، على أعادتنا إلى الظلم، إلى قبلنا قبل 62-900 ألف قبل ثورة 26 سبتمبر. نعم أستاذ، الآن معاناة اليمنيين تتضاعف وتتهاوى أيضا العملة، أكيد بسبب فساد الميليشيات، قراءتك للوضع الحالي؟ قراءتي للوضع الحالي، الحوثيون هما يجرعون منذ أن أتوا إلى صنعاء، منذ أن انقلبوا على الجمهورية، لن تعود لن يعود الجمهورية إلا بإسقاط الحديدة. إذا سقطت الحديدة ستعود الجمهورية اليمنية وسيعود الاقتصاد وسيعود الناس إلى بلادهم. اليوم الناس مفرقين بسبب هذه الماليشيات الحوثية. نعم، أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، تجاهل الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثيين يدفعهم لارتكاب المزيد من الجرائم، مع طبعا وجود صمت دولي مريب، تعليقك؟ دعيني أولا أدخل مداخلة بسيطة فيما طرحها الأخ الذي معك الضيف. نعم الأستاذ عزيز. نعم، ما يخص العملة أيضا، أريد أن أقول بأن ضخ المليارات، أو هناك ضخ لحوالي 2 مليار ريال يمني داخل السوق من قبل العصابة الكهنوتية، أدى أو أحد الأسباب المهمة جدا لانهيار العملة. أيضا احتكارهم للتجارة، احتكارهم لكل هذه الأمور أدى إلى انهيار العملة وإلى ما يعاني هذا الشعب اليمني. هذه من ناحية. موضوعك أو سؤالك أرد عليه وأقول بأنه هناك مثل مصري يقول: إيش اللي فرعينك يا فرعون؟ قال له ما حصلتش حد يرد عني. إذا كان هذه العصابة المالكة، هذه العصابة الخارجية عن القانون، تجد دعما من البعض أعضاء المجلس الأمن، أو تجد دعما أيضا من بعض دول العالم، فهذا أيضا ما جعلها في هذه النشوة، ما جعلها تنتشي، ما جعلها تعمل ما تريد. ليس هناك عقوبات جادة، لم تطبق القرارات الأممية 22-16 وغيرها من القرارات على هذه الفئة وهذه العصابة الكهنوتية. لو طبقت هذه القرارات عليها بشكل جدي وشكل صريح وشكل واضح سيكون هناك أمر آخر.
لاحظنا أيضا التقرير الأممي الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وكيف كان فيه من المحابة وفيه من المغالطات، ما أدى إلى أن هذه العصابة أيضا ستزيد من جرمها، ستزيد من طغيانها، ستزيد من نشوتها على الشعب اليمني وعلى كل العالم. رأينا أيضا بأنهم نظرا لكل ذلك لم يأبهوا بالعالم، لم يحضروا محادثة جنيف، وبالتالي سنجد بأن الصمت الدولي سيؤدي إلى أن تزيد هذه العصابة من إجرامها، ستزيد من طغيانها، وستزيد من استئسادها على الشعب اليمني وعلى كل العالم بشكل عام. هذه العصابة ليس لها إلا الحرب، ليس لها إلا القوة، ليس لها إلا أن يقف العالم كله في وجهها، ليس لها إلا بوحدة عالمية ضد هذه العصابة الكهنوتية المالكة. الأمر ليس بهذه السهولة. الشعب اليمني اليوم يموت من الحرب، يموت جوعا، يموت تشريدا، والعالم يتفرج، العالم يشاهد، العالم مجرد مراقب. أصبحت الأمم المتحدة ووسيطها الدولي أو المبعوث الأممي في اليمن مجرد مراقبين ومجرد داعمين لهذه العصابة، وليس محامين أو وليس راعين لعملية سلمية، وليس أيضا محافظين على الشعب اليمني وعلى سلم الشعب اليمني وعلى حياة الشعب اليمني. نعم طبعا هناك لدى ميليشيات الحوثية في معظم المحافظات، منها مثلا إب مخابرات تقوم الآن بإعداد كشوفات لاستقطاب عدد من أبناء المدينة طبعا لحشدهم إلى جبهاتها المنهارة سواء في الساحل الغربي أو غيره. تعليقك. طبعا محافظة إب للأسف الشديد أصبحت هي أحد أهم روافد الحوثة بالشباب وبالمقاتلين في الساحل الغربي وفي غيرها من اليمن. نعم. محافظة إب تلك المحافظة الجميلة، تلك المحافظة السياحية، تلك المحافظة المسالمة، تلك المحافظة التي شعبها يعشق الحرية، ومعظم قيادات الثورة اليمنية هم من محافظة إب العزيزة، إب الغالية، إب الأصيلة. ولكن نلاحظ اليوم بأن الميليشيات الحوثية تسيطر على هذه المحافظة بقوة وتزج أبناء هذه المحافظة إلى المهالك، تزج بهم إلى القتل، تزج بهم إلى الموت. هذا ما حدث لهم في جبل راس، هذا ما حدث في الجراحي، هذا ما حدث في حيس، هذا ما حدث في عدة مناطق وفي الضالع أيضا. سنجد بأن هذه العصابة تزج بأبناء إب إلى المحارق. ما يحدث الآن من استقطاب ومن إرغام، وأقول إرغام وليس بمحض إرادة أبناء إب أو أبناء الحديدة أو أبناء تعز أو أبناء صنعاء أو أبناء أي منطقة، هذه العصابة تقوم بإجبار الناس وإجبار الشباب على القتال. وكما لاحظتم أيضا بأن لا نقول بأن جميع أبناء الإب أو غيرها يذهبون معها، إنما سنجد بأن هناك كما تفضلت وقلت هناك مخابرات وهناك إرغام لأبناء إب وغير أبناء إب على الدخول في هذه المعارك الظالمة، هذه المعارك التي تحرق الشباب اليمني وتزج بهم إلى المهالك. نعم أعود إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ عزيز. أستاذ عزيز، برأيك هل انتزاع الحديدة من يد الميليشيات يقود إلى السلام في اليمن بشكل عام؟ سيدتي اسمحي لي أول أن أعلق على الموضوع الذي تكلم به الأخ عبد الرحمن وهو عن موضوع إب. تفضل. كوني أنا أحد أبناء محافظة إب ومقيم خارج البلاد. أولا إب قد أكتوت بالحروب السابقة، ومن هنا أحذر الرجال ومشايخ إب ألا يعيدون إلى ما كان في الثمانينيات، إلى قتل أبنائنا وتشريدنا وتدميرها المناطق التي دمرت في الثمانينات. فمن هنا أحذر لا تنجروا مع هذه العصابات الكهنوتية العميلة لإيران، لا تنجروا وتجروا أبناؤنا وأخواننا وآبائنا إلى جبهات القتال. هذه العصابة ستجعلنا نتناحر ونعود إلى الثمانينات الذي كانت دمرت بيوتنا وشردنا من قرائنا وتهجرنا من بلادنا إلى الخارج بسبب الحرب في الثمانينات. لا تجرون إلى هذا يا مشائخنا يا رجال إب، فأنتم الأوفياء مع الجمهورية، فأنتم الأحرار، فأنتم من قدمتم التضحيات في 26 سبتمبر، فأنتم من قدمتم أول ضحية وأول رجل حر هو الشهيد المغني. لا تجعلونا أن نكون مع هذه العصابة الكهنوتية. بالنسبة للحديدة، نعم سيدتي، الحديدة هي النفس للحوثيون، إذا انقطع هذا النفس انتهت الحوثيون. الحوثيون الحديدة هي الجمهورية، الحديدة هي الاقتصاد، الحديدة هي الثورة، الحديدة هي الجمهورية. إذا سقطت الحديدة بيد رجال والأبطال من قوات حرات الجمهورية وأسود تهامة
وألوية العمالقة هناك ستتحرر الجمهورية. الحديدة هي أهم نقطة اليوم، الشعب اليمني ينظر إلى الحديدة من جميع الزوايا. الآن نحن منتظرين لسقوط الحديدة، ولكن نتمنى أن تسقط الحديدة بدون أي تضحيات من أبناء الحديدة، لأن الحديدة فيها السكان تكتف بالسكان، ولكن نتمنى من الرجال أن يحاصروا الحديدة. فاليوم الحوثيون هما أضعف من خيط العنكبوت، والله إنهم أضعف من خيط العنكبوت. فأتمنى من الرجال أن يسقط الحديدة اليوم قبل غدا. فالمجتمع الدولي لا ينظر إلا بقوة السلاح، عندما نكون قوة على الأرض سيعرف المجتمع الدولي وسيرجع يحاورنا، ولكن إذا نظروا وتوقفت جبهة الحديدة هذه هي المصيبة، هذه هي القوة للحوثي. لكن على الرجال أن يسقط الحوثي، ونحن أبناء الشعب اليمني ننظر إلى هذه القوة جميعا، فإنها قوة الجمهورية، هم قوة الأبطال، لأنها من جميع المحافظات وليس من محافظة واحدة. فهناك أبطال وأسود تهامة، وهناك أبطال الجنوب، وهناك أبطال حراس الجمهورية وقوات المقاومة الوطنية. سيسقطون الحديدة قريبا وتعود إلى حضن الجمهورية. نعم أستاذ عزيز، بما أنه كناشط حقوقي وطبعا مسؤول الشباب في ولاية نيويورك، هل لديكم تحركات كذلك ومطالبات للأمم المتحدة أو التحرك الدولي بوقف العدوان على اليمن من قبل ميليشيات الحوثي؟ سيدتي نعم سيدتي، نحن نتحرك منذ انقلب الحوثيون على الجمهورية. نعم. نحن نتحرك، يعني تحركاتنا من أجل الوطن، من أجل الأرض، من أجل الشعب اليمني. نحن نتحرك في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية، نحن نعرض قضيتنا على المنظمات الدولية، ونعرض ما يقوم به الحوثي من تجنيد للأطفال، لأن هذه هي جرائم حرب، جرائم حرب ضد الإنسانية، جرائم حرب ضد المرأة، جرائم حرب ضد الأطفال. هذا ما نقدمه دائما وأبدا للمجتمع الدولي، ونقدمه للمنظمات الدولية. إن الحوثي ليس حاكم، إن الحوثي هو لا يملك حتى مشروع دولة، يملك القتل، يملك التدمير شعاره. كيف ننظر لجماعة شعارها الموت؟ هذه هي الجريمة، شعارها الموت لا شعارها الحياة. أين نحن من هذا؟ نحن نتحرك في كل الأماكن وفي كل المجتمعات، وحتى بالأمس أو قبل 3 أيام كانوا هنا جميع العالم، جميع الرؤساء، وقد أوصلنا رسالتنا إلى المجتمع الدولي عبر طرقنا الخاصة الذي نعمل بها، ولا ننتظر لأحد أن يأتي أو يدفع لنا مال من أجل أن نذهب إلى المجتمع الدولي. نحن نذهب من أجل الأرض، من أجل الإنسان. نحن أبناء الشعب اليمني اليوم مهجرين في جميع الدول، لسنا اليوم مغتربين أو مهاجرين من وطننا. نحن لا نستطيع اليوم العودة إلى الجمهورية اليمنية بسبب هذه الميليشيات الإجرامية التي قتلتنا ودمرتنا وتهددنا عبر الصفحات الفيسبوك، وتتهددنا عبر الرسائل الخاصة إلى 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 صفحاتنا. لكن لن نخاف، نحن سنقدم الكثير والكثير، وسندرس وسندرس أبنائنا ولو كنا حتى بعيدين عن الجمهورية اليمنية، سندرسهم الوطنية، وسندرسهم عن الأرض وعن بلادنا مهما شردتنا هذه الجماعة الإجرامية. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ عزيز زيد، ناشط حقوقي وكذلك مسؤول الشباب في ولاية نيويورك. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، مع تواصل الانتهاكات بحق المدنيين، قذائف الهاون لا زالت مستمرة إلى منازل المواطنين رغم دحر ميليشيات الحوثي من مناطق في طبعا واسعة، لكنها لا زالت تنتقم من المواطنين. لما نجد أيضا استجابة دولية لوقف ميليشيات الحوثي أو تصنيفها كجماعة إرهابية، تعليقك؟
أختي العزيزة، عندما تخسر أو عندما يخسر الميليشيات الحوثية، عندما تخسر أي منطقة سواء كان، تبدأ بالانتقام من أهالي تلك المنطقة. إذا ماذا ننتظر من هؤلاء الناس؟ ماذا ننتظر من هذه العصابة؟ ماذا ننتظر سوى الفجور، سوى الظلم، سوى الغبن، سوى القهر من هؤلاء الناس ومن عصابتهم المارقة؟ هؤلاء الناس الذين بدلا من يعيشون في تلك المناطق، وأول عمل يخرجون منه يبدأون بضرب أولئك الناس وضرب تلك المناطق. هذه رسائل يوجهونها إلى كل أبناء الشعب اليمني وإلى كل منطقهم فيها، بأنهم سينتقمون منهم، بأنهم سيقتلونهم، بأنهم سيحرقونهم أيضا. وبالتالي أقول لكل أبناء الشعب اليمني، لا تأمنوا أولئك الناس، لا تأمنوا تلك الميليشيا، لا تأمنهم في بيوتكم. بالأمس يخرجون أبناء السويق من بيوتهم من منازلهم ويشردونهم في المزارع ويحترون تلك البيوت ليجلسوا فيها، أو نقول ليعتبروها كثكانات عسكرية لهم، لأجل أن يقوم التحالف ويقوم القوة الشرعية وتقوم القوة المشتركة بضرب تلك المنازل وبضرب أيضا تلك المزارع التي يختبئ فيها الناس هاربين من تلك الفئات الضالة. يضربون لا زالت إلى الآن بما يقارب أكثر من 100 شهيد من مديرية حيس لوحدها. هؤلاء استشهدوا بسبب القذائف التي تلقها الميليشيات الحوثية بشكل يومي على تلك المدينة. مديرية تحيتها أيضا، مديرية الدريهمي التي تحصد أبنائها الألغام وأيضا القذائف الهاون. بالأمس وقبل بالأمس أيضا استشهد أحد أصدقائي في التعليم الفني في مديرية منبع أيضا بقذيفة هاون. وبالتالي هؤلاء الناس لا عهد لهم، لا ذمة لهم، لا دين لهم سوى القتل، سوى الدمار، سوى التشريد. نسأل الله أن يخرج البلاد والعباد وأن من هذه الميليشيا، وأن أيضا شكرا جزيلا لك. نعم. أستاذ عبد الرحمن المشرعي، رئيس ملتقى أبناء بل الأمين العام، نعم، ملتقى أبناء تهامة. وأشكركم مشاهدين الأكارم لحسن المتابعة، وحتى الملتقى في أمان الله.